Fortini. كبير عمل هذه الرمله الرمله وبعد شوفوا راهم يخدموا والتوفيق راكم تشوفوه فيه، قاعد يدير لهم تشويش باش يعطلهم وما يكملوش الطابله بكري. راهم الشبيبه راهم يحفروا محمد مع واري ورمزي هو اللي كان الاول على بعد التحضيرات اللي درناهم في الطاولة الرملية، وهذا للفطور جماعي على شاطئ البحر في وهران، وهنا الوجهة نتاعنا كانت الأندلس الجمعة 7 ماي 2021، وكانت في أجواء عائلية متميزة وكان البحر هادئ وكذلك كانت الشمس مشرقة والحال كان شباب والحمد لله. درنا التنسيق تاع الطاولة، زوقنا شوية الطابلة بالبالونات والشموع وكذلك سيرتو درنا الدراوات البويض وجاء الديكور شباب وتمتعنا بهدوء البحر كذلك مع غروب الشمس متألق. هاي دي لطابلة نتاعنا درناها اليوم، زوقنا أليس وجبناها ياكم. من تم كل واحد بدا يوجد الفطور نتاعه، كاين اللي جاب كاين اللي جاب وجد تماك سوغ بلاص. وانا صورت لكم القدره وبعد صورت غروب الشمس اللي غادي تتمتعوا باللحظات نتاعها، والقدره اللي الناس كاع اللي حضروا معنا الفطور يعرفوا قصه القدره. ومعاكم هنايا بعد صور لغروب الشمس. زكي الواز زكي ها لا طابل هاي واجده، كل واحد مشى وجد والحمد لله على التوفيق. نقارعوا الاذان، اللهم تقبل منا وتقبل من اهلا 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 كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا ناخذ اجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا. صحبتكم، هذا اخر فطور دنا في شاطئ الاندلس مع الجماعة. الناس راهي تاكل هادو فطور قبل ما يأذن الأذان. صحيح الله يرضى عليك، كان أذن صاي أذن صاي أذن إن شاء الله عقبة 100 عام، إن شاء الله عقبة العام الجاي إن شاء الله. اللهم بارك. قلتوا دعاء الصوم ما ياخذوش الراي، باسكو قبل ما يأذن قلت لهم نوضوا وجدوا صوالحكم وكل شيء، قال لك مازال الحال مازال الحال. قال لك خطأ قلت لهم سميرة أكون دو رايك بعد ما فطنا ولمينا صوالحنا تهبت تصاور، ومن ثم بدينا سهرة الشاي والقهوة اللي لازم بعد كل فطور الشاي والقهوة تحضر. ولا
ترى